الحمد لله في كلمة ومفردات، والحمد لله. أرحب بكم وبضيفي وضيف اللقاء الدكتور خالد الدوسري، المدير الإداري لقسم التعلم الاحترافي والمستشار الأعلى سابقا في تطوير الموارد البشرية شركة أرامكو السعودية، صاحب المشروع العالمي برنامج تطوير اللغة الإنجليزية ومهارات الحوار الحضاري للتعريف بالإسلام. أرحب بكم ضيفي دكتور خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله وبياكم، وأشكر لكم استضافتنا هذا اليوم، وأتمنى أن نكون يعني ضيف خفيف ونستطيع أن نمر بكم بتاريخ جميل يرجعنا إلى التراث والهوية والاعتزاز بالأجيال التي سبقت والأجداد التي ضحت وبنت هذه الدولة. ويعني أتمنى وأنا أتكلم يعني أن يعي كل واحد يسمعني الآن أن أهمية المحافظة على هويتنا من خلال تراثنا ومن خلال الرجوع إلى محطات مهمة في التاريخ. وكل واحد هنا، طبعا أنا لا أقف وأتكلم عن محطات مهمة في حياتي وهي نوع من الأنانية، لكنها محطات. أنا أعلم أن لكل إنسان عنده محطات، وأتمنى أن لا نغفل هذه المحطات لأنها فعلا تؤدي بنا نحو التميز، وخاصة لما نتذكر الآباء والأجداد ونتذكر التاريخ العظيم. ويكفي تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخنا بهذا الدين العظيم، وأيضا تاريخ هذه الدولة العظيمة التي لم تلوث بالاستعمار، وتاريخ الملك عبد العزيز وتوحيد هذه الدولة التي تقوم على العقيدة والتي يجب أن نحافظ عليها، وتاريخنا العظيم الذي نعتز به ونحتفل به دائما ونعتز به أمام الأمم. ونحن رؤيتنا خدمة الحرمين الشريفين، وجزاء ورحم الله الملك فهد عندما اختار هذا الاسم حدد الرؤية بوضوح لكل سعودي ولكل قاطن في هذه الأرض ولكل مسلم. خدمة الحرمين الشريفين هذه هي الشرف، وهذه هي الهوية الأصيلة والتي نعتز فيها ونفتخر فيها، وآباءنا جاهدوا وضحوا ليحافظوا على هذه البلاد العظيمة، ومن الله علينا بثروات كثيرة للمحافظة على هذه البلاد المقدسة. أتمنى ممن يسمعني الآن أن يركز معي ويتذكر محطات مهمة في حياته ومحطات مهمة في حياة أجداده، وكلهم ضحوا، وأنا أتأكد أننا لسنا الوحيدين الذين ضحينا، لا، هناك أعداد كثيرة ضحت للمحافظة على هذه البلاد وعلى هذا الدين العظيم. فأتمنى من كل واحد وأنا أتكلم يضع نفسه في هذه السفينة، سفينة قصص للعبرة، وأتمنى أن نحلق ونبحر في قصص ونرجع في التاريخ لكي نستحضر هذه العبر وتحافظ فيها على هويتنا. أشكركم لحضوركم والسفر معي على متن هذه السفينة، سفينة قصص للعبرة. وكلنا على الله يا دكتور. نعم، ما هي قصتك؟ ما هي قصتك أنت التي تفتخر فيها وتحافظ بها على هويتك؟ هذا سؤال أتركه لكم. هذا هو الجيل الذي ترونه، جيل قديم، جيل أرامكو، الذين كانوا يتعلمون ليبنون هذا الصرح وهذه الدولة، كانوا يقودون ويتعلمون ويتواصلون، وهذه جدارات مهمة جدا لكل من يريد أن يطور نفسه، القيادة والتعلم والتواصل لا ينفصلون عن بعض. فأهمية هذه الجدارات مهمة، التواصل، القيادة، التعلم المستمر. هؤلاء فرق في ذاك الوقت يجلسون مع بعض يضحكون ويتسامرون ويبنون هذه البلاد. الله. في طبعا في محطات كثيرة في الحياة مررت بها، وأنا أحببت أن بس أعرج على بعضها، مثل سأتكلم عن الرواد الأوائل
في أرامكو السعودية والتضحيات التي يعني قاسوها وأضنتهم، والحياة في دولة قريبة منا البحرين وعلاقتنا بها والعلاقة التوأمة بين البحرين والمملكة العربية السعودية ومعيشتنا في البحرين. وأيضا سأتكلم عن بعض المحطات التي قد علمتنا روح التحدي والانتصار وعدم قبول الهزيمة، الكرة وما أدراك ما الكرة، والدراسة في البحرين وجامعة الرياض بعدها بجامعة الجامعة الملك سعود حاليا، والعائلة الأمريكية، وسأتكلم عن بيركلي كاليفورنيا ومعهد اللغة، كلها محطات أثرت فينا وطورت من شخصي في حياتي ويعني أثمرت، وهي محطات مهمة تذكر الإنسان كيف استطاع أن يصل إلى المرحلة التي هو فيها بعد أن تقاعد طبعا وقدم لهذه البلاد من محطات العمل الكثيرة، وتقاعدنا قبل 9 سنوات، ومحطة أخرى في شركة بكتل الأمريكية، والماجستير في تدريس اللغة الإنجليزية، والماجستير في جامعة مينيسوتا، ومحطات أخرى، والمقابلة المحسنة التي اختطف فيها أحد مواطنينا وألحد وعاش في تلك البلاد وحارب أهله وحارب دولته وحارب، لكنه بفضل الله الحمد لله يعني مقابلة محزنة كانت جعلتنا نتميز ونتجه إلى المحافظة على الهوية ومحاولة المحافظة على شبابنا وشاباتنا في مقابلة محزنة في نيويورك قديمة جدا، قد لا أتكلم كثيرا عنها لكنها كان لها أثر في تغيير وجهة نظري وتحويلي إلى برنامجي الذي سأتكلم عنه، وهو الشامة التي الآن التي أعتز بها والتي أنشرها في العالم في كل مكان. وسأتكلم عن بعض الأمثلة، مثل الدكتور الهندي وبعض والجبيل والتغيير الجذري وأحداث الكويت، هذه بعض الأحداث قد أتكلم، قد يسعفني الوقت وقد لا يسعفني الوقت، لكن حقيقة كل هذه أدت إلى ما أنا عليه الآن وأنشأت هذه الشخصية التي أمامكم والتي تحاول فقط أن تشارككم بعض المحطات التي لها مهم في تطوير الذات والقيادة والتواصل، وأدت إلى إنشاء مثل هذا البرنامج العالمي اللي هو تطوير القيادة العالمية ذاتية، وبرنامج عالمي في اللغة الإنجليزية، وجدارات تواصل حضاري للتعريف بثقافتنا لنعتز بها وننشرها إلى كل مكان ونحافظ على هويتنا. هذا هو البرنامج، بس دائما أنا أحب أن أتكلم عن برنامجي، لذلك حتى التيشيرت الذي لابسه هو تيشيرت حق البرنامج، لأنني أعتز بهذا البرنامج وأسيح في الأرض أنشره في كل مكان بفضل الله وأعتز به كثيرا. وهذا هو البرنامج، تتكلم عن تطوير قيادة ذاتية عالمية في التواصل الحضاري وتطوير اللغة الإنجليزية الإسلامية ومحاولة محافظة على الهوية من خلال تعلم لغة إنجليزية إسلامية نعرف بها بمن نحن كمسلمين، ونعرف بديننا ونعتز ببلادنا ونقول من نحن بعزة وليس بذلة ولا بتميع. هذا هو البرنامج، بس أردت أن أقول. طيب حنا خلينا ننطلق. طبعا المهم في كلامي اليوم أنا يعني هذا كله أدى إلى أني أتبنى فكر معين، الفكر الذي الآن أنا أطوره وتعلمته، وأدى بي إلى تبني فكر يصل إلى مجتمع المعرفة ومجتمع التعلم المستمر وإلى تعريف وإلى المحافظة وإلى تطوير الجدارات القيادية والتواصلية والتعلم المستمر ومهارات الحياة عن طريق التعلم المتقن. كل هذا ما هو إلا نتاج السنين التي مر بها الإنسان وتعلم، في النهاية حولها إلى منتج ينفع فيه البشرية. أحببت أن أخذكم في التاريخ إلى عام 1938. عام 1938 تاريخ عظيم في تاريخ المملكة، وهو اكتشاف البترول. وتعرفون كان الأجيال حقنا السابقة أجيال البحر، أجيال تعبت وكانت تعتمد على الغوص وعلى اللؤلؤ وتجارة اللؤلؤ. وبعدها في تلك السنة في عام 1938
يعني بدأ طبعاً التنقيب في عام 1933، لكن اكتشف أول اللي يسمونه بير الخيل في عام 1938، اللي هو بير الدمام 7. وبير الدمام 7 هو بير الخيل. فاكتشف البترول في ذاك الوقت في عام 1938، وبدأ طبعاً بدأت المملكة تبدأ تزهر وتتطور مع طبعاً اكتشاف البترول، بعد إصرار الجيولوجي المشهور ستاينكي، إصراره أن هناك يوجد كميات كبيرة من البترول تحت الأرض. رغم دكتور خالد. نعم. دكتور خالد معذرة بالسؤال، البير إلى الآن موجود؟ موجود نعم، في داخل كله موجودة طبعاً، بس مو نفس البير، لا هو طبعاً الآن موجود داخل الأرامكو، بس مو بير طبعاً، كلها معالم قديمة. أي فهذا البير هو الذي اكتشف، بير الخير في ذاك الوقت. فبعده هذا الكلام في عام 1938، وهناك طبعاً أناس ضحوا وتعبوا. أي لكن سأخذكم في قصة تضحية وقصة فقدان أرواح. في عام 1939 جولاي، وكان هناك صار الحدث المعروف في منتصف مساء 8 يوليو 1939، اشتعل بير يسمونه بير الدمام، هذا في 1939. طبعا اكتشافات توالت كثيرة، وهذا اشتعل بير الدمام، وكان في شخصين، الأمريكي والسعودي. كان الأمريكي هو الذي يشرف على السعودي، السعودي كان فوق منصة التنقيب، الرق اللي يسمونه الرق، وكان يعني يعمل فوق لحام، وكان يشتغل فوق، والأمريكي كان يوجه في ذلك الوقت. وانفجر البئر، وبعد أن انفجر البئر طبعاً انهارت منصة التنقيب من قوة الحريق، وأطلقت سحابات كثيرة من الدخان تعلو إلى 135 قدم، وفي خلال ساعة سقطت كل المنصة. لكن كان انتشر طبعا انتشرت الحريق، واستمرت إلى حوالي من 15 إلى 20 يوما. في روايات مختلفة، تقول ناس تقول 10 أيام، ناس تقول 15، لكني آخر جلسة جلستها مع أحد الكبار في السن قال لي 20 يوما. فظلوا يحاولون يطفئون هذه النار أو هذه الحريق 20 يوم. طبعاً الأمريكي كان تحت وأصيب ونقلوه إلى المستشفى فتوفى. السعودي طبعاً لم يستطع لأنه فوق، فحاول أن ينقذ نفسه، فقفز من فوق البئر، من فوق المنصة ليحاول ينقذ نفسه، لكن لم يجدوا إلا كما يقال إلا بعد البحث، بعد طبعاً ما أطفئت الحريق بعد 20 يوم، ما وجدوا إلا رجله كما يقال. وهذا طبعاً كان مصاب كبير، وأكبر أكبر حريق في تاريخ الأرامكو السعودية، الذي كان يدرس أيضاً في نظام السنتين اللي يسمونه نظام الأبرنتس، نظام التدرج في أرامكو. كان في عندهم فيديو، وهذا الفيديو يعرض على الطلاب لكي يركزوا على قضية السلامة وأهمية السلامة في 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 العمل. فيعني فالتاريخ هذا تاريخ عظيم، يعني تاريخ أشعل وأوقد وألهم كثير من الناس، كيف الناس تضحي. هذا بس قصة واحدة من أول قصة يحدث فيها يعني انفجار كبير جدا في عام 1939 في يوليو في بير دمام 12. طبعا بير دمام 7 هو بير الخير اللي اكتشف فيه بكميات تجارية، وبدأ يصدر إلى الخارج في ذاك الوقت. لذلك يعني يعتبر 1938 مصدر خير عظيم في ذاك الوقت. طبعاً استمر الحريق يحرق يومياً، كان يحرق 10,000 بير يومياً، فكانت الخسارة كبيرة في البير هذا. طبعاً الجيولوجي اللي كان في ذاك الوقت موجود، اللي كان يتابع الحريق في ذاك الوقت، أرسل، اسمه فلويد أوليغر، أرسل إلى سان فرانسيسكو برقية أن تعالوا جيبوا لنا المحترفين، لأن ما عندنا محترفين يطفئون الحريق. فتأخروا المحترفون في إطفاء الحريق في ذاك الوقت، لكن الأبطال السعوديون في ذاك الوقت طفوا الحريق بالطين بأيديهم،
جلسوا فترة طويلة إلى أن طفوها، فبعد ذلك أرسل لهم قال لا حاجة لنا بكم، خلاص أطفئت الحريق من قبل هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم وأطفأوا الحريق. الله، رجال، كانوا رجال، كانوا أبطال، كانوا فعلا بنوا هذه البلاد وضحوا. طبعا السعودي توفاه الله فكان يتيما، فأصبح يتيما. طبعا ابنه صار يتيم، كان عنده ابن عمره سنة وشهرين أو 3 شهور، والله أعلم بالضبط دقة، لكن سنة وشهرين أو سنة وثمانية شهور. المهم العم يعني رعاه بعد ذلك، عمه، وبدأ يربيه هذا السعودي. يعني من هذه المصيبة خرج هذا الابن أو هذا اليتيم وتربى، وهي حكاية قيادة طويلة طويلة، وليست هي الحكاية الوحيدة، هناك حكايات كثيرة. ليس الموت كما يقول هو أقصى فقدان الحياة، أقصى فقدان ما يموت في الإنسان ما هو بداخلنا ونحن على قيد الحياة. لكن كان هذا اليتيم الحريق بالنسبة له شعلة، فألهمه كثيرا ورباه عمه بعد أن توفى، وكان مثل الأب له. فيمكننا أن نحيا من جديد بعد حدوث المصائب. فالرجل العظيم ذهب، هذا الرجل العظيم السعودي الذي ضحى به ومات وإن شاء الله شهيد، ذهب فأخذه عمه ورباه في ذاك الوقت، وبدأ اليتيم رحلة كفاح. نحتاج أحياناً فعلاً إلى نضالات في حياتنا، إذا أردنا أن نستمر قدماً في حياتنا بدون عواقب سنصبح بلا حراك، لن نكون أقوياء كما نريد أن نكون عليه إذا لم تكن هناك عوائق ولم تكن هناك مصائب. المصائب تخرج الأبطال، المصائب تخرج يعني المصائب يعني أصبحت الحريق هذه شعلة لهذا اليتيم ينظر إليها كهدف ملهم، يعني رغم جسامة المصاب عليه. هذا هو اليتيم كما ترونه. تطور اليتيم، بدأ يتعلم ونشأ، وذهب إلى أمريكا ليتعلم هناك بعد أن مر بكل اشتغل في شركة أرامكو، الله أراد أن يعمل في شركة أرامكو، وبفضل الله بدأ يتطور ويجتهد ويبذل جهود. فكما ترون هنا وهو في أمريكا، طبعا تنقل اليتيم من بيروت إلى نيويورك إلى فيلادلفيا إلى سان هوزي في كاليفورنيا إلى أماكن كثيرة جدا زين لكي يتعلم. ذاك الوقت لم يكن عندهم حتى الثانوية، أخذوها في أمريكا، وأرسلوا لبيروت أعداد كانت ترسل أرامكو في ذاك الوقت لكي تعد الشباب السعودي لكي يتسلقوا. لكنهم طبعا الجانب الآخر كانوا يضحون بكل شيء، كانوا يذهبون إلى أمريكا يجلسون بال5 سنوات وال6 سنوات وال7 سنوات، ويذهبون ولا ما يشوفون أهليهم إلا يمكن شهر أو شهرين. يعني إذا ذهبوا إلى أمريكا فعلا يذهبون، هي خلاص رحلة عمر، يتحولون يعني يعيشون ويطورون أنفسهم ليرجعوا ويطوروا ويواصلوا التسلق لكي يصلوا إلى القمة. فهذا هو اليتيم كما ترونه أمامكم. طبعا انتقل من أرامكو وطور من أرامكو، وكان من الأشخاص الذين تم اختيارهم لمشروع الجبيل وينبع، وكان من اللي أخذوه من 6 أشخاص من أرامكو في ذاك الوقت، استقالوا وفرغوا أو فرغوا أنفسهم لخدمة البلد في المشروع الكبير وهو الهيئة الملكية لجبيل وينبع، الذي في ذاك الوقت لم يكن فيه إلا شيء يسير، فبنوه هم هؤلاء 6 مع طبعا تحت وزارة الصناعة في ذاك الوقت. فشخصية مميزة، لا يمكن أن تطور شخصية بسهولة، تتقوى الروح وتتضح الرؤية ويلهم الطموح ويتحقق النجاح فقط بالخبرة القائمة على المحاولة والمعاناة، كما تقول هيلين كيلر مؤلفة ومتحدثة. فتلك النار أو تلك الحريق كانت مصدر إلهام لهذا الإنسان الذي تطور والذي بنى نفسه، وهذه قصة من القصص التي نعيشها. الحياة، عندي مشكلة هنا في البار الذي ينزل هذا، لا أعرف كيف أنا أشيله.
طبعا بعد ذلك في ذاك الوقت طبعا أنا حاول أشيل هذا بس مو عارف كيف أشيل. طيب في ذاك الوقت وبفضل الله يعني طبعا اليتيم ذهب إلى أمريكا وتزوج وأصبح ما هو عليه، لكنه كانت قد تزوج وكان عنده يعني أبناء، فالأبناء جعلهم يذهبون إلى البحرين يعيشون مع خاله هناك وتربوا في البحرين في ذاك الوقت. فأنا مو عارف كيف أشتصل، في عندي مشكلة هنا في الشيخ، مو عارف كيف معلق عندك دكتور زام، معلق شوي عندي، لا اللي فوق أبغى أشيله في اللي فوق هذا، مو عارف كيف أشيله اللي ينزل البار ستوب. حط دكتور حط الماينس هذا اللي عليه. الماينس وين الماينس هذي؟ ما عندك هنا في البار اللي فيه الصور يا دكتور؟ اي فوق اللي فيه البارتيسيبنس وستوب فيديو وميوت ينزل ويغطي علي الصورة، ما اشوف العنوان اللي فوق، فحاول اني اشوف كيف. انا داخل من اللابتوب دكتور. اي اللابتوب. اي معنا عمر. عمر وينك يا عمر؟ عموما المهم يعني في ذاك الوقت زوجته ذهبت بأبنائه إلى البحرين وعاشوا في البحرين ينتظرونه، وكانت طبعا زوجته هي التي تقوم بالقيادة في ذاك الوقت. وهذا الكلام ترى ليس جديد، يعني على يعني كل في ذاك الوقت الرجال يقودون والنساء تقود، الرجال يذهبون إلى أمريكا ويدرسون ويتركون أبنائهم مع نسائهم، وكانت النساء هن اللاتي يعني يهتمون بالأبناء، فالقيادة كانت من شقين من المتكاملة بين الرجل والمرأة، رغم معاناة النساء في ذاك الوقت لأن أزواجهن كانوا يذهبون ويطورون أنفسهم ويضحون، وكانت فعلا تضحية قاسية، والنساء هم الذين كانوا يقودون في ذاك الوقت. يعني في فأغلب الذين ذهبوا في ذاك الوقت في أرامكو كانت نساءهم هم يعني إذا ما أخذوا نساءهم كانوا يقودون هنا ويربون أبنائهم. طبعا تربينا حنا في ذاك الوقت في البحرين كما ترون هنا، هذه بعض اللقطات من المدارس اللي كنا فيها في ذاك الوقت، كنا في منطقة اسمها المحرق، فالمحرق وكهذا الجيل الصور اللي ترونهم كلهم قادة مسكوا في البحرين مناصب كبيرة، هؤلاء في مدرسة اسمها عمر بن الخطاب في ذاك الوقت وفي منطقة المحرق، وكنا أيضا وكنت أيضا من الناس الذين كانوا يشاركون في كل الكشافة من الأشبال إلى الكشاف إلى الكشاف المتقدم إلى الجوال إلى الجامعة، وكان كنت أعشق قضية الكشافة في ذاك الوقت. أيضا كنا نلعب كرة وكنت ألعب كرة، والكرة علمتني روح التحدي في ذاك الوقت وروح يعني لأن النادي الذي كنا فيه في ذاك الوقت كان نادي لا يقبل هزيمة وهو محرق، وإلى الآن لا يقبلون هزيمة، لكن الآن طبعا ضعيف ليس في أي أوقاتنا لا نعرف شيء اسمه هزيمة، الآن للأسف بدأ يعني يتغير كثيرا، لكن في ذاك الوقت يعني أخذت بطل في ذاك الوقت كله بطولات، أخذت بطولات لا نعرف غير البطولات في ذاك الوقت يعني، وكل السنوات التي معهم الدوري والكأس طول، فكنت في ذاك الوقت. فالكرة يعني الفكرة هنا أن الكرة علمتنا روح التحدي، الكرة علمتنا روح الانتصار. معيشتنا في ذاك الوقت في البحرين أنا يعني في هذا النادي بالذات ليس القصد هنا الكرة في حد ذاتها، لكن الكرة لها يعني كان في انضباط غير طبيعي في ذاك الوقت من هذا النادي، كنا نخرج الساعة الثانية ولا نرجع إلا مع المغرب، وكان فعلا هذه المحطة رغم أنها بعيدة عن الناس تظن أنها ليس لها فوائد لكنها كانت فوائدها كثيرة جدا، كان في انضباط غير طبيعي وكان في تحدي دائما، روح التحدي روح الفوز روح الانتصار روح العلو روح الوصول للقمة، فكان يعني فيها وخاصة المدربون في هذا الفريق بالذات في ذاك الوقت كانوا يتميزون تميز غير طبيعي يعني في قصص لو قص يعني قصصنا عليكم لا تضحكون يعني من قوة الجلد قوة التدريبات التي كنا يعني نمر فيها لكي ننتصر، لا نعرف الهزيمة في ذاك الوقت في هذا يعني في الأشبال الناشئين والأشبال
لا أتذكر يعني في يوم من الأيام أننا هزمنا في الأشبال في ذاك الوقت في هذا الجيل الذي تراه أمامه وخاصة اللي باللون الأحمر. ما شاء الله. فتكلمت عن القائد الخفي وهي طبعا الأمهات، الأمهات والوالدة يعني في ذاك الوقت كانت هي القائد الخفي يعني اللي فعلا كانت تقود كل شيء، والوالد كان بعيد عنا في أمريكا يعني يجاهد لكي يصل بهذه البلاد إلى المعالي، والوالدة في ذاك الوقت كانت هي الأم وهي الأب وهي كل شيء يعني بالنسبة لنا في ذاك الوقت، وكنا نتألم طبعا لبعد الوالد، لكن الحمد لله الوالدة كانت فعلا تعوضنا كثيرا، وكان الجد رحمه الله في ذاك الوقت يعني أيضا يعتبر مثل عمدة الفريج كما يقولون يعني، وكان مؤذن في المسجد ويعمل في الشرطة، وفي نفس الوقت كان قوي شخصية وابن شيخ يعني ابن شيخ كان يحفظ القرآن في الخليج مو بس في البحرين رحمهم الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد يتخلى الأب لا هنا هذه مقولة ليست، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، وفي هذه مقولة لواشنطن قد يتخلى الأب عن طفله ربما يصبح إخوته وأخواته أعداء، قد يجافي الأزواج زوجاتهم ولكن الأم تتحمل الجميع. لا وجود لريشة رسام ولا قلم شاعر تنصف الأم وتصل إلى مستوى يكفي لكتابة اسمها، الأم مهما تكلمنا عنها لن نعطيها حقها. فمن رحمة ربي يعني قد أحيانا المصائب الناس تنظر لها نظر أنها ليس فيها خير، لكن حقيقة المصائب مع الأيام تكتشف أن كل هذه الأوضاع فيها دعم إلهي وفيها توفيق إلهي. يعني تصور الواحد لو عاش في أمريكا في ذاك الوقت في خضم النضال وجهاد الناس اللي ذهبت إلى أمريكا كيف بيكون وكيف كان، فوجودنا في البحرين كان بالنسبة لنا مع الجد بالذات والتزامه بالدين ومحافظته على الدين ومحافظته على 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 العائلة كان رحمة بالنسبة لنا كثير. فلو كان في يعني ذهاب لأمريكا في ذاك الوقت في أعمالنا الصغيرة يعني كانت قد الواحد يتغير ويصل إلى عقلية مختطفة يعني ثقافيا، لكن الله من علينا برحمته بأم وجد بذاك الوقت يعني كانوا فعلا يعني ربونا تربية طيبة صالحة فيها احترام الآخرين، فيها بيتنا كان بالنسبة لنا كان البيت سبحان الله الجميع كان يأتي لهذا البيت من الدمام، بيت كان فيه اللاعب الكورة وفيه الملتزم وفيه الضيوف من كل مكان كان يأتون لهذا البيت يعني بفضل الله، وكان جدي سبحان الله يعني حكيم العائلة في ذاك الوقت وله دور كبير في توجيهنا الى 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 محافظة على هذا الدين يعني الحمد لله هو الحافظ على الهوية. يعني لو كان الإنسان في ذاك الوقت ذهب إلى أمريكا كما قلت قد يعني يتغير تفكيره ويتغير، خاصة لما يعني تعيش في جو مثل هذا الجو المفتوح، لكن الدعم الإلهي والعناية الإلهية والعائلة التقية يعني بفضل الله أدت بنا إلى الحمد لله المحافظة على هويتنا. ما شاء الله ما شاء الله ديك. طبعا درسنا في الثانوية هناك في الثانوية ودرس بعدين انتقلت بعد الثانوية إلى الجامعة، انتهيت من مدرسة الهداية الخليفية اللي تخرجوا منها كبار ووزراء معروفة، مدرسة مشهورة أنشئت في عام 1919 وهي تعتبر من أول مدارس في الخليج العربي ومدرسة لها تاريخ ولها تراث. فالحمد لله تخرجت من هذه المدرسة واتجهت إلى جامعة الملك سعود في ذاك الرياض، جامعة الرياض في ذاك الوقت لا كانت ما تسمى جامعة الملك سعود، وكنت يعني أريد أن أتخصص تخصص آخر، لكن الله سبحانه وتعالى منع علي أني لم أحصل على هذاك التخصص الذي أريده، واتجهت إلى كلية التربية، كنت أريد تجارة، فالله أراد أن يضعوني في كلية التربية، وكانت أحسن شيء وكان أحسن شيء في حياتي، يعني أحسن شيء يعني صار لي أني اتجهت لكلية التربية، لأن كلية التربية يعني كانت بالنسبة لي
فيها تخصصين ليس تخصص واحد، اللغة الإنجليزية كتخصص الرئيسي والتربية، هذا اثنين. اثنان كانت اللغة الإنجليزية، أصريت أني أتخصص لغة إنجليزية رغم ضعفي باللغة الإنجليزية في ذاك الوقت. كثير كانوا يستغربون ليش أخذت اللغة الإنجليزية. كان المنطق حقي في ذاك الوقت أنني أريد اللغة الإنجليزية، سأعتبر الأربع سنوات معهد لغة إنجليزية، وبعدها في الماجستير والدكتوراه سأتخصص. فكنت أخذت فكرة أن الأربع سنوات في ذاك الوقت تكون كأنها مركز لغة إنجليزية، أتعلم الإنجليزي لكي أتجه بعدها في الماجستير والدكتوراه إلى تخصص جديد. فسبحان الله رغم ضعف اللغة، وكنت ضعيف فعلا، وقالوا لنا إذا جبت ممتاز تنتقل إلى كلية التجارة، لكن جبت ممتاز، لكن لا بعدها أردت أن أستمر في كلية التربية لأن كان فيها تخصصين اللي هي التربية واللغة الإنجليزية. ما شاء الله. طبعا وأنا هناك كانت لغتي الإنجليزية ضعيفة جدا. أنا أريد أن تركزوا معي هنا. تعرفت على عائلة أمريكية، وهذه محطة مهمة في حياتي نحو اتجاه للدعوة والدعوة باللغة الإنجليزية. في ذاك الوقت تعرفت على هذه الشخصية التي ترونها أمامكم، داعية علي عبد المالك رحمه الله، رجل أمريكي أسلم في السجون الأمريكية بعد أن كان من أكبر المجرمين، وكان مخدرات، سرقات، أكبر المجرمين. الله أراد أن يهديه على يد فرقة ضالة في السجون في ذاك الوقت، فرقة يسمونها فرقة The Nation of Islam، أمة الإسلام، فرقة ضالة ليس لها علاقة بالإسلام، لكن ما بس اسم الإسلام هو الذي فرقة، هي أيضا يعني تركز على السود، وحتى تعاليمها كلها خاطئة. لكن أسلم على يدهم، وبفضل الله أتى إلى المملكة العربية السعودية بمساعدة أحد وكلاء وزارة التعليم العالي في ذاك الوقت الدكتور محمود صفر. هذه الشخصية علمتني أشياء كثيرة. في ذاك الوقت كنت في السنة الثانية في الجامعة، وكانت لغتي الإنجليزية والتخصص صعب جدا علي، ضعيف يعني بمعنى الكلمة. فالتقيت به في مسجد كلية التربية في حي الناصرية في الرياض. فالتقيت، خرج من المسجد في الكلية والتقيت فيه، فقلت له يا أخي أنت جيت، طبعا جاب زوجته هناك، زوجته أسلمت وتزوجها وجاب بنتين معها وجاب بناتها معها. ففي ذاك الوقت عرفت ذي هذا الشيء، طبعا قال لي، وتعرفت عليه في مسجد الكلية. فقلت له يا أخي الحبيب، يا شيخ علي، أنت جيت من أمريكا تتعلم اللغة العربية والإسلام، وأنا جيت الرياض أتعلم الإنجليزي، أنت على الأقل عندك ناس يتعلمون اللغة العربية، أقصد يتكلمون اللغة العربية وعايش في بيئة، أنا ما عندي حد هنا، ما عندي ولا واحد يتكلم إنجليزي، أبقى أطور لغتي الإنجليزي، إيش رأيك أتفق معك مقايضة، أنت تعلمني الإنجليزي، لا أريد لغة، لا أريد الكتب، أبغى أعيش معك في بيتك وين ما تروح، أنت وعائلتك، زين، وأنا مستعد أدرسكم قرآن، عربي، أي بناتك وزوجتك وأنت، أي شيء تحتاجونه. فكانت مقايضة وصلت بفضل الله إلى أكثر من الأبوة بفضل الله. عشت معهم سنتين، يعني كانت من أجمل حياتي، علمني ما هو المجتمع الأمريكي. كنت يعني أذهب معهم إلى الكومباوندات، وأذهب معهم إلى وين ما يروحون أروح معهم، وصرت جزء لا يتجزأ من عائلتهم، لدرجة أني لما أذهب في الصيف إلى الدمام أو البحرين في ذاك الوقت أبكي يبكون بكاء. فالعلاقة تطورت إلى أن صارت كأن عائلة حميمية، رغم أني ما كنت أعيش معهم في البيت، لكني كنت أذهب لهم وأطور لغتي. وهذه محطة مهمة جدا في تطوير الذات. اللغة الإنجليزية لا تستطيع أن تتعلمها عن طريق الكتب والكورسات، اللغة الإنجليزية ثقافة، يعني هنا مهم جدا لأي إنسان يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية أن لا يأخذ كمادة. اللغة الإنجليزية ليست كورس، تعلمها يجب أن يكون يختلف عن تعلم المواد الأخرى. فكانت فعلا نقلة في حياتي، وتوفاه الله رحمه الله طبعا سرطان الكبد، وأنا أذكر هذا الشخصية لأني لا أنساها، يعني مثل دكتور. الأب كان لي. نعم حبيبي. العرض ما يشتغل ترى الظاهر. لا يشتغل، ليش؟ ما يعني ما يتحرك ثابت. لا يتحرك، يعني يتحرك، بس أنا أتكلم وأوقف، يعني جالس أتكلم، هي بس محطات هنا معي. أسلم الآن، تحرك الآن، تحرك عندك الآن، تشوف أنا غيرت الآن، أنا غيرتها.
معناته عندكم تغير يا جماعة؟ ممكن تغير يتغير العرض ولا ما يتغير؟ لا ما تغير يا دكتور. ما يتغير؟ لا غريبة. سوي شيء لا المفروض يكون عندكم انت، معناته انت اعطيتني يمكن انت الكنترول كله. انا بس تعطيني كو هوست، مفروض تعطيني بس كو هوست. سوي شيء مره ثانيه دكتور، تقدر تسوي شيء مره ثانيه؟ طيب. لحظه خليني ارجع مره ثانيه اطلع، يعني ستوب شيرينج، وقفت ستوب شيرينج الحين ورجعت. يلا سوي شيرينج مره ثانيه عاد ان شاء الله. بس ايوه ممتاز الان. لحظه بس عاد انا احلى عشان اصل لوين ما وصلت. ايوه ممتاز كذا ممتاز. يتحرك عندكم يا جماعه؟ واضح الحين؟ اي الان عندي تغير. تغير عندكم؟ ممتاز. طيب تفضل دكتور. لحظه. ممتاز كذا. طيب فالداعية علي عبد المالك له طبعا اثر كبير في حياتي وفي ايضا فكري وفي توجهي الى طبعا البرنامج العالمي هذا في تطوير اللغة الإنجليزية الإسلامية والحوار الحضاري. محطة مهمة جدا في حياتي وانا اتمنى الناس تركز معي فيها، هذه محطة قد تكون خاطئة في 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 يعني في تقييم البعض، لكنها كانت محطة إلى الأمام وإلى القمة، بسبب أني كانت لغة الإنجليزية ضعيفة، شعرت أني أحتاج أن أنسحب من البرنامج وأشتغل في شركة بكتل في الهيئة الملكية في ذاك الوقت، في طبعاً ظل المشروع العظيم ذاك الوقت الهيئة الملكية. فبفضل الله حذفت فصل واشتغلت في شركة بكتل في الجبيل في ذاك الوقت، وعملت فيها، وكان طبعاً بشركة بكتل شركة أمريكية وهي التي قامت على المشروع، المقاول اللي قام على المشروع الهيئة الملكية الجبيل وينبع. وكان محطة جداً جداً طورت اللغة عندي، بالإضافة إلى محطة العائلة الأمريكية من طبعاً إنديانا جيري، عائلة علي عبد المالك. أيضاً المحطة الأخرى اللي طورت لغتي الإنجليزية هي محطة، وكانت فعلاً مهمة بالنسبة لي في تطويري باللغة الإنجليزية بأسلوب قوي جدا، اني اشتغلت في شركة امريكية في الجبيل لفترة 6 شهور تقريبا، ويعني ما كانت صيف، لا حذفت فصل واشتغلت، وكان راتبي في ذاك الوقت احسن من الجامعي، يعني كان 4674 في ذاك الوقت، الجامعي اتخرج على 4500، انا في ذاك الوقت يوم حذفت الوصل كان راتبي 4500 تقريبا. لكن الفائدة اللي تعلمتها وطورت نفسي وطورت اللغة فيها كانت فائدة جدا عظيمة يعني، وهذه محطة أخرى نحو التميز في حياتي، أدت فيني إلى أهمية التعلم الذاتي وفرق التعلم الذاتي والتعلم اللي النابع عن القيادة الذاتية لتطوير نفسك، هذه مهمة جدا مهم جدا. طبعا ذهبت إلى أمريكا، اشتغلت بعد ما تخرجت من البكالوريوس، اشتغلت في معهد الإدارة العامة، واشتغلت في معهد الإدارة العامة كمعيد، كنت تخصص طبعا الحمد لله بفضل الله. الغريبه طبعا الواحد لا يريد ان يتكلم عن نفسي، لكن الغريبه اني كنت الاول على دفعتي في اللغه الانجليزيه. ما شاء الله ما شاء الله. عشان بس في فذاك كان الحمد لله معدلي اعلى معدل في كل جروب بفضل الله، بفضل الحركتين هذه، بفضل الله ثم الحركتين، العائله الامريكيه والعمل في الشركه الامريكيه باكتل، وكنت مجتهد اجتهاد غير طبيعي بفضل الله، وتطور مستواي إلى شيء غير طبيعي، وتخرجت الحمد لله الفصل الأول عام 1402. بعدها بفضل الله عينت معيد في معهد الإدارة العامة في الدمام، وأرسلت إلى أمريكا لأدرس ماجستير في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها في نيويورك، ولاية نيويورك، في مدينة يسمونها ألباني اللي تعتبر عاصمة ولاية نيويورك، كثير الناس ما يعرف عنها، هي ألباني عاصمة ولاية نيويورك، ليست نيويورك سيتي، ليست مدينة نيويورك، فكثير من الناس ما تعرف فالحمد لله التحقت بجامعة الولاية وذهبت إلى المدينة هذه وتخرجت بفضل الله، وأيضا الحمد لله كان المعدل ممتاز، ورجعت إلى الدمام
طبعا تزوجت، وأنا لم أذهب إلى أمريكا إلا بعد أن تزوجت، كنت أرفض أن أذهب إلى أمريكا بدون زوجة، فبفضل الله تزوجت ورزقت فيها ابني عبد الله في ذاك الوقت الحمد لله، ورجعت بالشهادة وبابني عبد الله معه. ما شاء الله ما شاء الله، شهادتين الحمد لله. طبعا من الشخصيات الجميلة اللي تعرفت عليها في معهد الإدارة العامة، اللي كان له أثر، اللي كان أنا أثرت فيه وهو أثر فيه، شخصية البروفيسور أحمد نور الدين. كنا نعمل مع بعض في معهد الإدارة العامة قسم اللغة الإنجليزية، قبل أن بعد ما صرت معيد تعرفت عليه هناك، كان هو في ذاك الوقت منسق مركز اللغة الإنجليزية. طبعا تطور، اشتغل في سكيكو، والآن هو معميد سنة تحضيرية جامعة الأمير محمد بن فهد، وأيضا رئيس قسم الدراسات الاجتماعية. هذا الرجل يعني كان سبحان الله بعيد، يعني كان رجل مسلم بس ما كان إسلامه يعني مثل ما يقولون بذيك القوة في تلك اللحظة يعني بذاك الوقت، لكن كانت نشأت علاقة قوية بيننا الحمد لله، تطورنا مع بعض، وتطور هو إسلاميا وأنا تطورت، وفي نفس الوقت هو أيضا سبحان الله تطور في الوظيفة إلى أن وصل إلى عمادة السنة التحضيرية ورئاسة قسم الدراسات الاجتماعية. هذا الشخصية من مؤسسين البرنامج معي في البداية، وكان الاسم البرنامج في ذاك الوقت اسمه اللغة الإنجليزية للدعوة في ذاك الوقت. أي فشخصية أعتز فيها وأثرت في حياتي وعلمتني الكثير عن أمريكا. طبعا ذهبت إلى أمريكا وتخرجت ورجعت وصرت مديرة، بعدما كان هو المنسق هو اللي كان مديري، فانقلبت الآية عليه، فبدأت أنتقم منه. ما شاء الله بصورة طيبة. أنا أمزح، هنا هو من الشخصيات التي علمتني الكثير، وأحسن من يتكلم باللغة الإنجليزية ويتكلم في تخصص اللغة الإنجليزية ويتكلم في تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتقييم اللغة الإنجليزية هذا الرجل، يعني موسوعة ويحمل شهادات كثيرة ما شاء الله، من ييل وماجستيرين وعنده الدكتوراه. فعموما تخرجت ورجعت، وبعد أن تخرجت طبعا رجعت أصبحت أنا مدير اللغة الإنجليزية في معهد الإدارة العامة، واحتفي بي في ذاك الوقت في مقابلة مع مدير المعهد الإدارة العامة، يقول على كأنه أول سعودي يأتي ويمسك رسميا بالماجستير قسم اللغة الإنجليزية. وأتيت في وقت كان بالنسبة لهم في ذاك الوقت استثنائي، كانت الفترة 3 سنوات وانتهيت في سنة ونصف من الماجستير في ذاك الوقت. فمسكت القسم اللغة الإنجليزية، وحياتي كلها تدريس لغة إنجليزية وتطوير إنجليزية وتدريس إنجليزي، فبالتالي اللغة الإنجليزية عشت معها وأحلم فيها وأتكلم فيها، حياتي كلها يعني كلها إنجليزي في إنجليزي كما يقولون. هذا كله أدى بي إلى أن أنشئ هذا البرنامج اللي هو برنامج اللغة الإنجليزية الإسلامية وجدارات تواصل حضاري. فهذا البرنامج كما يعني كل اللي مريت فيه وكل المحطات اللي كانت متميزة في حياتي وفعلا أثرت في شخصي، أدت إلى أن أصل بهذا البرنامج إلى هذا السمو وإلى هذا الاحترافية. طبعا اللي أزاد من احترافية البرنامج بعد ذلك هو انتقالي، طبعا انتقلت أنا إلى الجبيل وجلست في الجبيل وتطور البرنامج في ذاك الوقت، وانتقلت إلى الهيئة الملكية مرة أخرى وعملت فيها كمدرس وكمحاضر ومحاضر أعلى، ورئيس قسم اللغة مركز اللغة الإنجليزية في كلية الجبيل الصناعية. إذا وجلست خالد نعم نعم معنا 10 دقائق. طيب أنا حاول أمشي بسرعة إن شاء الله بإذن الله. خلاص أبشر. فتقريبا انتهينا يعني شيء بسيط. فعموما ذهبت إلى الجبيل، والجبيل أيضا كانت محطة فيها مهمة جدا وفيها تطوير للبرنامج اللي أنا أتكلم عنه، وبفضل الله كان البيت عندي يعتبر كأنه مركز جاليات في ذاك الوقت، يعني من كثر الناس الداخلة والخارجة بفضل الله، وكان عندنا جلسات بفضل الله، وكان البيت فعلا تطور، يأتون فيه الأمريكي ويأتي فيه الكندي ويأتي فيه الفلبيني والهندي والعربي، وبفضل الله يعني كانت زوجتي في ذاك الوقت ما شاء الله كأن البيت بيتنا كان مجهز كبيت جاليات في ذاك الوقت ما شاء الله. فعملت طبعا في كلية الجبيل الصناعية، وكانت فيها محطات كثيرة لا أستطيع أن أغطيها الآن، لكن كنت مدير اللغة الإنجليزية وأشرفت على تطوير المناهج في كلية الجبيل الصناعية في ذاك الوقت. بعد ذلك هنا تأتي محطة تماما جديدة،
وهي الانتقال من كلية الجبيل إلى أرامكو السعودية. أرجع مرة إلى أرامكو رغم أني في طول حياتي لم ولا جاء يوم في أيام واحد فكرت أني أنضم لشركة أرامكو. الغريبة تأتي السنوات وبعدها أرجع إلى الموروث المؤلم الذي أنا كنت أحاول أبتعد عنه بأي طريقة. لما تقول لي مؤلم لأن الذي توفى في الحريق هو جدي طبعا. الله يرحمه. أي رحمه الله. نعم فهو جدي واليتيم هو أبي. فبالتالي الموروث هذا رغم جماله ورغم أن يذكرك بجل أنا كنت الوحيد من إخواني الذي حاول أبتعد عن هذا الموروث. دقيقة هذه صدمة يا دكتور هذه. نعم. صدمة. نعم. 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 اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم. فالليجاسي الموروث هذا طبعا أرامكو لو يوم رجعت إلى أرامكو أنا كنت أتجنب أن أعمل في أرامكو وكان أبوي يعني مصر أني أعمل في أرامكو لكني أحاول أبتعد وأطور نفسي بذاتي يعني كل وأحاول لكن أتت السنوات سبحان الله قريب من تقاعد أبي فأردت أن أفرحه بأني أرجع إلى أرامكو وأعمل في أرامكو من جديد. أنا الوحيد اللي رجعت من إخواني متأخرا فعملت في أرامكو لكن جئت بقوة يعني بعد أن أشرفت على مناهج ومدير لغة إنجليزية فكان قبولي سهل جدا لكن طبعا ليست التحدي في أرامكو كان قوي جدا فبالتالي والحمد لله رجعت إلى أرامكو وتطورت في وبدأت أدخل في تخصصات جديدة ومنها تطوير البشر ومهارات جديدة وبدأت أدخل في تطوير مهارات قصدية تخصص تطوير البشر وأخذت ماجستير فيه يعني بفضل الله والحمد لله يعني تقلت مناصب كثيرة في الأرامكو عدة وحدات منها تطوير المناهج أو قسم المناهج ومنها تدريب الستاف ديفلوبمنت تطوير المدربين ومنها المركز اللغة مدير اللغة الإنجليزية إلى أن انتهت بي الأمور يعني أن أمسك أصير المدير الإداري للتعلم الاحترافي وكان تحتي برنامج الإعداد الجامعي ومركز اللغة الإنجليزية ومركز النساء للتدريب وبفضل الله أنشأت وحدة أخرى قبل ما أخرج اسمها وحدة البروفيشنال سنتر مركز الاحترافي أيضا كان من ضمن لطلاب الجامعيين الذين ينضمون بالشركة فبفضل الله كانت آخر وظيفة لي في أرامكو هي الناظر الإداري لقسم التعلم الاحترافي وطبعاً القسم هذا حساس جداً لأن قادة المستقبل يمرون فيه ويتدربون فيه والإعداد الجامعي اللي نرسلهم لأمريكا وبريطانيا وكل الدول كانوا يمرون تحته وكانوا تحتي وتحت إشرافي في ذاك الوقت لما أتكلم إشرافي أتكلم عن تدريسهم وتطويرهم وتعليمهم في ذاك الوقت فكثير منهم الآن الحمد لله مسكوا مناصب عالية في الشركة وفي الدولة بفضل الله فكانت فعلا أرامكو تحدي فغيرت التخصص أخذت تخصص جديد واللي هو تطوير الموارد البشرية وأخذت فيه ماجستير وأيضا الشركة رشحونا نأخذ برنامج اسمه مستشار تطوير الأداء ووضعنا في برامج مكثفة جدا لنكون أحد مستشارين الشركة في تطوير الأداء ويعني كانت نقلة نوعية ونقلة جديدة واتجاه جديد لكن بفضل الله كانت كلها طبعا في تصب في نفس المجال اللي هو تطوير البشر سواء لغة إنجليزية أو تدريب أو تطوير أو مناهج فكانت تصب كلها في نفس المنهج الحمد لله هذا أدى إلى تطوير برنامجي العالمي الفكر الجديد وأدخلنا فيه القيادة والتواصل الحضاري وأشياء كثيرة أدخلت في هذا البرنامج الحمد لله ووجودي في أرامكو أضاف إضافة كبيرة لهذا البرنامج بفضل الله هذه شخصيات أثرت في حياتي الشيخ أحمد ديدات رحمه الله من الشخصيات اللي أثرت في حياتي كثيرا الشيخ حسيني الداعية الماليزي الصيني المشهور أثر في حياتي أيضا زاكر نايك الشيخ زاكر نايك الدكتور جمال بدوي المصري الكندي الدكتور الشيخ بلال فيليبس طبعا من الشخصيات السعودية التي أعتز فيها شخصيتين شخصية الشيخ حسين العلي أكثر من أخ رجل هو الذي أنشأ دار الخير وهو الذي له جهود كثيرة وهو كان أول من شجع إنشاء مركز جاليات
كان المسجد حقه مركز، المسجد كان مركز جاليات قبل إنشاء أي مركز جاليات، وتسلم أعداد كبيرة في ذاك المسجد، مسجد في الناصرية. فالشيخ حسين العلي أخ عزيز وحبيب، شخصية أثرت فيني وغيرت في 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 حياتي كثيرا يعني، بالإضافة إلى الشخصية المعروفة نجيب الزامل، جاري وحبيبي أبو يوسف، وله يعني رغم أن لم أعش معه كثيرا لكن ولم أره كثيرا إلا قليل، كلها دائما ما شاء الله مسافر، لكن هذه الشخصية شخصية مؤثرة جدا وأثرت أيضا في في حياتنا. الآن طبعا أخيرا أنا طبعا مشكلة ما أعرف ليش هذا البار كيف أتخلص منه، ما في طريقة تتخلص منه بس ما أعرف كيف عشان أيوه. عموما لقد تعلمت من حياتي العملية، يعني أختم بهذا، لقد تعلمت من حياتي العملية أن التعلم المتقن عالي الجودة مرتبط برؤية واضحة وعمل. لازم يكون الإنسان له رؤية واضحة وعمل. أحبائي، هذه اليتيم يقول لكم اللي هو أبي، يقول لكم أحبي قبل أن استودعكم الله، أنا اليتيم أريد أن أذكركم ولمعرفتي بصلاحكم وحبكم لخدمة دينكم وبلادكم، حافظوا على هويتكم وتراثكم الإسلامي، وتذكروا أن رؤية بلا عمل هي مجرد حلم، وعمل بلا رؤية فقط مرور وقت بلا فائدة، أما الرؤية مع العمل هو التغيير الحقيقي. وأقول في النهاية كل تجعيدة تشكلت بخبرة، يعني كل شيء مرينا فيه من ألم زين كان بالنسبة لنا يعني شكل شخصيتي كخالد الدوسري أبو عبد الله، وهذا هو يمكن صغير مشاغب مزعج، وبعد ذلك كبرنا والآن الحمد لله، إلى الآن أنا مزعج بس مزعج بطريقة أخرى. وجزاكم الله خير، هذا وصل لي، الله يحفظكم جميعا. دكتور. نعم حبيبي. في سؤال لعطاير تسمح به؟ يلا تفضل. طبعا هو في مجال الدكتور، كيف خاطب الدكتور العقول التي سبب صدها على الإسلام حجة شبهة أو شهوة، إذا يسمح الدكتور؟ يعني قد يأتيك أحد اللي يبون الإسلام أو يريدون الدخول لكن عندها مسائل شبهة أو شهوة، كيف تتعامل معه؟ تدخلتني في محتوى الحين، ما دخلتني في تطوير المحتوى. أي هذا على عجل. أي ما شاء الله عليك، يعني هي في نهاية المطاف هي كسب القلوب هو الأهم قبل أن تصل تحاوره، يعني إذا استطعنا أن نصل للقلوب الناس هؤلاء بتجهيز جيد وقرابة من رب العباد، رب يفتح القلب، إذا فتح القلب بدأ العقل يعني يسمع، وبدأ العقل يسمع فبالتالي يبدأ يحاورك، لكن القلب مسكر مثل ما يقولون لن تستطيع أن تصل بالسهولة لهم يعني، فبقدر الإمكان تحاول أن تصل إلى قلوبهم، بعد ذلك تستطيع أن تبدأ تناقشهم في الـ يعني أي موضوع. فهذا هو بالنسبة لي أنا أساس، هو تقوية علاقتك بالله سبحانه وتعالى تفتح القلوب زين، فتكون أقرب وتقبل من الناس، فبالتالي أسلوبك وتعاملك إذا استطعت أن تفتح هذا القلب تبدأ هنا تدخل في قضية الحوار، والتركيز دائما على الشبهات ليس هو الأصل بالنسبة لنا حنا في برنامجنا، التركيز على من أنت كمسلم، أسلم تسلم، هذا هو التركيز بالنسبة لنا حنا بالذات مع غير المسلمين، نركز على نقول من نحن، ويجب أن نتطبع بمن نحن، مو بس نقول من نحن ولا نطبق من نحن، إذا رأوا أنك فعلا تشرح من نحن صح وتقول من نحن صح وتتطبع بمن نحن صح، هنا يبدأون يسمعون لك، لكن إذا وجدوا في الشخصية تناقض وفي الشخصية فيها تميع يبدأ قضية هنا عدم الاحترام لما تطرحه، لأن أساسي غير قوي. هذا اللي أنا أركز عليه، هو تعريف بمن نحن وما هو ديننا. لا أدخل في قضية الشبهات كثير على فكرة يعني، لكن أحياناً أتطرق لها بس بعد ما نوضح الأساس، لأن إذا الأساس مو واضح الحوار يسقط. هذا الكلام دكتور. نعم. أحدهم أعتقد لوزة تقول هل واجهت أعداء يحاولون سقوطك في نجاحاتك؟ أعتقد هذا كلامها، هل تجيب دكتور؟ يعني هذا الأمور أكيد هذه قصص كثيرة، يعني بالذات في شركة أرامكو أنا عانيت كثير ترى،
لأن ليس كل واحد يريد أن، مع احترامي للذين يسمعون، أن ينجح السعودي. يعني لا تنسى في أرامكو جنسيات تتكلم عن 90 جنسية، فأحيانا للأسف يوجد ناس عندهم شيء يسمونها روح البقاء، يريد أن يبقى زي، فيظن أنك تهديد له وأنت ليس تهديد له. يعني وهذا ليس بس فقط الأجانب، حتى بعض السعوديين للأسف أحيانا يبدأ يعني يبدأ يظن أنك تهديد له ولموقعه ولمكانه، وهذا طبيعي في الإنسان عموما. لكن طبعا كثرة الأجانب في الشركة كان للأسف في ذاك الوقت، يعني وبعضهم للأسف يظن أنه أنك إذا جاء سعودي سأخذ مكانه، بدل أن ينظر لها نظرة إيجابية يعني. فهذه طبعا هذا تجدهم في كل مكان، سواء في شركة أرامكو وغير أرامكو عموما، بس في أرامكو كانت واضحة للأسف وبقوة في ذاك الوقت، بحكم أنني السعودي الوحيد اللي كنت في هذا القسم في ذاك الوقت كمحترف كاحترافي، اللي أتى مباشرة إلى هذا القسم. فكان في يعني في بعض الشباب حفظهم الله يعني كانوا يحاولون يعني ينقصون بعض الأمور، ويحاولون يستنقصونك ويقللون من عطاءاتك، وهذا تحدث. لكن مع الأيام إذا عرفتهم وعرفوك زين تتغير النظرة، يعني يأتي الزمن ويمر ويصير مديرهم كلهم بفضل الله يعني. ما شاء الله. فهذه تصير يعني، هذا تصير. الدكتور خالد الدوسري أحدهم يكتب سيعقد برنامجه في المدينة المنورة. نعم. لمن يرغب بالحضور الأسبوع الجاي. هذا الأسبوع الجاي دكتور. طيب طريقة التواصل معكم عن طريق التويتر؟ الإعلام موجود على في أول تغريدة، الإعلام موجود وموجود التسجيل، رابط التسجيل، فيستطيعون أن يسجلون ويجون إلى للورشة، ستكون وجها لوجه طبعا ومع الاحترازات كاملة يعني بإذن الله. ستكون في أكاديمية ألسو، أكاديمية لغة إنجليزية، وهذه فرصة ما شاء الله. البرنامج عبارة عن إيش دكتورنا؟ تطوير نفس البرنامج، تطوير اللغة الإنجليزية والحوار الحضاري، رحلة حوار حضارات. طيب، وطبعا العبارة هل تعال واكتشف جمال الإسلام، يعني أو عرف بجمال الإسلام. واضح دكتور، واضح دكتور. سؤال ظريف بسيط، إيش كان موقعك في النادي أيام لعبك للكرة يعني؟ إيش رأيك أول شيء أسألك عن اسمك؟ صدق أنا إلى الآن ما أعرف اسمك. مين اسمي؟ معاك محمد بن منصور أبو خنجر. أنا هذه يبغاله حق هذه عليك يا محمد. تم يا حبي لك يا زينك. والله تم. لا انا اقول لي الى الان ما سالتك عن اسمك، لا بغير اسالك متى اسالك ما حبيبي جزاك الله خير. ما علي، انت سالتني سؤال. انا كنت العب حارس مرمى وكنت حارس مرمى يعني كما يقولون جيد زين، ولا كره تدخل يعني. كنت كان يدربني في ذاك الوقت حمود سلطان الله يذكره خير، يدربنا، هو اللي يدرب الحراس في ذاك الوقت. يعني تعرف حمود سلطان أحسن حارس في آسيا في ذاك الوقت كان، فكان هو اللي يدربنا، فبالتالي كانت تدريبات آسيا قوية جدا يعني. بعدين طبعا اتجهت إلى ألعب جناح فترة بعد معينة، بس ما طولت في الكرة كثير، ابتعدت لأن ركزت على دراستي والابتعاد عن الكرة. ختاما، هل من تساؤلات، هل من اللي في الشاتينج، في مداخلة من الأستاذ عبد الله؟ يا دكتور تفضل. عبد الله تفضل. أستاذ عبد الله أهلا وسهلا. السلام عليكم. عبد الإله تفضل. عبد الإله دكتور حبيبي. أهلا وسهلا. هلا أبوي. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية دكتور، وإن شاء الله تكون حياة ممتدة بالصحة والعافية، وتكمل آمين هذه السيرة العطرة التي خرجت حقيقة بفكرة ومشروع أصبح اليوم منارة سامقة للمشاريع الخيرية. وأنا ممن تشرفت بحضور برنامج How to improve your English to present Islam، ما شاء الله عليك. هو راح إن شاء الله يعقد في المدينة المنورة يا رب. وأزعم أنه هذا البرنامج شكل نقلة نوعية جدا لكل من حضره، وهو يعني البرنامج حقيقة ظالمه اسمه، فهو ليس تطوير لغة إنجليزية فقط، وإنما تطوير كذلك حتى فكر.
وأذكر حضر يعني معنا كثير من الأخوة ممن كان مهتم بال البرامج الدعوية، وفعلا يعني وجدنا ان الدعوة مش بالسهولة اللي كنا نظنها، وليست كذلك بالصعوبة التي يظنها البعض. اشكرك دكتور على تشريفك اليوم، وكنا مستمتعين صراحة بالحضور. انا ما ادري ذكرتني ولا لا عبد الله؟ لا بدك بشوف، ارسل لي صورتك على الواتساب. لكن ان شاء الله اللي هو كان في مع النادي الثقافي في الجامعه، و ايه ذكرت عبد الله. لا انا اتذكر اسمك الاولي بس نسيت الثاني. عبد الله ان شاء الله حبيبي حبيبي، حقيقه بوجودك، ولعل ان شاء الله يعني تتيسر لنا فرصه اخرى ان نحضر هذا البرنامج ان شاء الله ثاني وثالثه. الله يعطيك ان شاء الله ان شاء الله نسوي عندكم مره ثانيه في الجامعه باذن الله. باذن الله ان شاء الله بعون الله. سعيدين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الله يحفظكم ان شاء الله. جزاكم الله خير. في شيء بعد في مداخلات؟ في اعطونا مداخله. في مداخله يا دكتور؟ تفضلوا تفضلوا ان شاء الله. ماريا مين؟ السلام عليكم. ماريا حياك الله يا ماريا، تفضل يا ماريا. أحد قادة البرنامج في الوطن العربي، أحد قادة برنامج ما شاء الله من المغرب. ما شاء الله بارك الله فيك دكتور خالد، لا زال يتذكرون اللهم لك الحمد. بارك الله فيكم ما شاء الله. ما ننساك يا شيخة ماريا، أنت ما شاء الله علم، الله يحفظك. الله بارك الله فيكم. يعني I find this معليش نتكلم باللغة بالإنجليزي ما مش مشكل. تكلمي بالعربي لا حق الشباب خلا لنا لو حاولي لا طيب حاولي يا ماريا توكل على الله. أريد فقط أن أشكر الدكتور خالد على مجهوداته القيمة التي أنا لم أتمكن يعني من لقاء دكتور خالد إلا عبر الواتساب في برنامجه EICC يعني تطوير اللغة الإنجليزية يعني خدمة الإسلام. حصلنا مع الدكتور خالد على شهادات، على تدريب لمدة 8 أسابيع قمنا فيها بمجموعة من الأعمال القيمة، وكان دائما يوجهنا يعني ويقدم لنا مجموعة من النصائح والدعم، ما شاء الله بحر غزير من المعلومات ما شاء الله، استفدنا كثيرا. وأود يعني الإخوة الذين يريدون أن يستعملوا اللغة الإنجليزية لخدمة الإسلام أن يعني يسيروا على درب وعلى خطى وعلى نهج طريقة الدكتور خالد، وإن شاء الله سيكونوا موفقين. ونشكرك جزيل الشكر دكتور خالد، بارك الله فيكم وأطال الله في عمركم وجزاكم عنا خير الجزاء وجزاء هذا الجمع المبارك. بارك الله فيكم جميعا. جزاك الله خير. بارك الله فيك ماريا. الشيخة ماريا ما قصرتي ما قصرتي. بارك الله فيك. الله يثبتك إن شاء الله. جزاك الله خير دكتورنا. الله يحفظكم إن شاء الله. في شيء بعد؟ لقاء جميل. في رسالة. في أحد؟ في مداخلة فيه؟ نصائح دكتور تطوير اللغة الإنجليزية على عجل دكتور. طبعا كما ذكرت سابقا تطوير اللغة الإنجليزية ليس اللغة الإنجليزية ليست مادة، فبالتالي ضروري جدا ان الواحد لما يعني يطور لغته الإنجليزية ما يتعامل مع اللغة الإنجليزية كمادة. اذا تعاملت مع اللغة الإنجليزية كمادة لن تستطيع ان تطور اللغة الإنجليزية بمفهومها اللي احنا، لذلك انا ذكرت عملية التعلم الذاتي. وطبعا برنامجنا كله يقوم على تطوير اللغة الإنجليزية، لكن المحتوى هو إسلامي. فبالتالي لو 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 تواصل معي عمر أبو خالد هنا، أشوف أنا عمر اللي يتكلم، تمام. ضروري بنعطيه الأدوات. الأدوات هذه تنفعه في حياته، وتنفعه أيضا في مجال الإسلامي أو الحوار الحضاري عموما. فالأدوات مهمة جدا استخدامها. احنا سوينا حوالي 3 أدوات سواء فردية أو جمعية، أو أهم شيء منهجيتنا هي فرق التعلم الذاتي، الطريق للتعلم الجمعي لفكر المجتمع. وهذه طبعا كلام عام لكنه يصلح أيضا لتعلم اللغة الإنجليزية. يتسوي لك فريق وتتعلم مع الفريق وتتعلم بطريقة معينة
وتقرأ بطريقة معينة. 6 شهور لو التزمت بالتولز والأدوات اللي نعطيك إياها بإذن الله ستتعلم لغة إنجليزية أحسن من ما حد لغة إنجليزية. التحدي هذا وهذا التحدي بين هذا التحدي بيني وبين أي محد. لكن في حق يا دكتور هذه لازم الالتزام، بس الالتزام بكل شيء أنا أقوله، والالتزام بالتول والأدوات والخطوات. إذا التزم الإنسان بهذه الخطوات راح يتطور بصورة طيبة جدا، ورأيناها بفضل الله. والذين حضروا معي برنامج الإسلامي هذا أو التطوير اللغة الإنجليزية، هو كله لغة تطوير اللغة الإنجليزية، في 3 أيام وجدوا الفرق. يعني مثل ما ذكر عبد الإله، يعني هو اللغة الإنجليزية لا تستطيع أن تفصلها عن تطوير الجدارات الأخرى. إذا فصلت تعلم اللغة الإنجليزية عن تطوير الجدارات تفشل. فبالتالي لازم يكون ربط بين تطوير الجدارات وتطوير اللغة الإنجليزية، عشان يكون في إيش، تعلم ذاتي، قيادة ذاتية للتعلم الإنجليزي مع التزام ببعض الأدوات. لو عمر أبو خالد كلمني أنا مستعد أعطيه التولز ويحضر معي، لو حضر في المدينة بعد سيراها على الطبيعة التولز هذه الأدوات. باختصار البرنامج كأنك تحضر مركز لغة إنجليزية يدرسك لغة إنجليزية في التواصل الحضاري. دكتور كيف التواصل معك؟ في موجود، خليني أروح للفوق، موجود طبعا التويتر، وموجود عندي مشكله تقدر انا بحاول ارجع بس اروح فوق عشان في عندي الايميل، في تويتر عندي هذا هنا. خليني بس كيف ارجع المشكله، هذا اللي انتم حاطينه يطلع لي ومو راضي، ما اعرف كيف. طيب موجود شوفها. موجود هنا، موجود الان التويتر حقي، وموجود عندي الجوال على الواتساب جيد، اي واحد يتواصل معي على الواتساب ممتاز. وايضا نحط الرقم يا دكتور. موجود، ايه موجود الان، حطيته الان. ما شفته انت لما شفته ما طلع لنا شيء، الشاشه ما طلعت، معناته في فصل صار. خليني ارجع مره ثانيه. فيه احد سونيا حطت زين، خليني بعد اسوي شير مره ثانيه. زين الان ايوه الآن اتضح، بس ايوه ممتاز كذا. انا عندي مشكله في اللي يطلع لي العمود هذا، يطلع لي طريقه غريبه جدا، يطلع مره فوق مره تحت، ما اعرف كيف اشيله. مشكله هذا ما ادري كيف. عموما طيب طلعت الان، اي واضح الان، واضح. طيب عندك هذا هو. فالتواصل معي الواتساب مهم، طبعا التويتر انا عندي تسجيلات كثيره بصوتي في القياده، في التواصل، في كل شيء، وفي اسلاميات كلها اسجل كل شيء اقرا اسجله بصوتي، فموجود ايضا بالاضافه للكتب اللي ندربها، المحتوى ايضا بصوتي موجود كثير من التسجيلات. معنا يا دكتور مداخله من الاستاذ ايمن الصرمي. طيب استاذ ايمن نختم فيها. السلام عليكم. كم السلام شيخ ايمن. السلام، هلا ابو، حياك الله شيخ ايمن. حياك الله يا استاذ خالد، وحياك الله يا استاذ محمد. هلا ايمن، يا مرحبا يا مرحبا. هلا حياك الله ايمن ابوي، تفضل. سعدت دكتور بسمع صوتك الجميل ورؤيه طلتك البهيه، يعني سجلناها من ايام الدوره يعني. الله يجزيك خير هاي ايمن، ما شاء الله. انت كنت معنا في الجامعه صح ايمن؟ ها اسك ايمن أيمن سكر صوت الله. أيمن ظهر من كنت معكم في الدورة حق الجامعة دكتور. أي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. واستفدنا منها استفادة عظيمة، يعني زي ما قال عبد الإله، يعني الله أنا كنت في التحضيري وفي الإنجليزي جبت A بلس. ما الحمد لله، الحمد لله أبو عبد الباسط، ما شاء الله، هذه خبر طيب، ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. وفي والدورة كانت جميلة، يعني كانت أفضل دورة حضرتها في حياتي. الله يجزاك خير أبو عبد الباسط، الله يجزاك خير، الله يثبت يعني اللي ما حضرها يعني لازم يحضرها، لأن أساليب اللي كانت فيها رائعة، والطرح ولا وجودك يكفي. الله يجزاك خير أبو عبد الباسط، يحفظك يا ولدي. وعندي السلام. بشارة لك برسلها لك على الخاص إن شاء الله على الواتساب. شنو ما شاء الله هيك عنده رسالة شوقني أبو عبد الباسط. أي والله ما شاء الله. برسل لك إياه على الواتساب، وأهم شيء ذكرتني يعني. يا زينك أبغى صورتك، أهم شيء وريني صورتك عشان أتذكرك من كثر اللي يحضرون.
عندي صورة معك يعني عجبت كذا كويس. يا حبي لك بالبساطة، الله يسر أمرك دكتور. طيب الأخت شاهينة تبي ترجمة رسالتها للدكتور، نختم فيها بس. شاهينة أي شاهينة أي. طبعاً أحد قادة البرنامج عندنا في في عمان من الهند هي. ما شاء الله. وين الأخت؟ وين الشاهينة؟ وين ترجمتها؟ إيش المسج؟ كاتبة all who are all who are present here I would like to request them to have strong English level and be a moving exhibit of Islam wherever you are. Be a part of the noble task by joining البرنامج E وكاتبة اسمها. إيه فهي تقول، طبعا هي اللي تقول أنا أتمنى من الجميع أن يعني يقوون لغتهم الإنجليزية بحيث أن كل لغتهم إنجليزية كبيرة، ويطبقون شعار البرنامج اللي هو كن معرضا إسلاميا متحركا في العالم، وكن جزء من هذه المهمة النبيلة يعني بالانضمام لهذا البرنامج. لأن الشيخة شاهينة أحد القادة البرنامج عندنا في عمان من الهند، هي وبناتها وعائلتها ما شاء الله متبنين البرنامج وبقوة، وكثير من النتاج اللي خرج منهم ما شاء الله نتاج قوي جدا، وأسلموا على يدهم أعداد بفضل الله، يعني خاصة بحضورهم برنامج عرف برسولك بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم بلغة إنجليزية متميزة. هي بفضل الله أسلموا على يدها يمكن لا يقل عن على يد العائلة لا يقل عن 25 شخص بفضل الله، وهذا البرنامج جزء من برنامجنا الحمد لله، التعريف بنبي الهدى في العالم الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله كل خير دكتورنا. حياك الله حبيبي. شكرا شكرا يا دكتور. جزاك الله خير الشيخ محمد. ياك الله يسلمنا وياك الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا جميعا للجميع واللي حضروا، ولك يا محمد بس لك لا تنسى الحق يا محمد، لازم بعدين أجيك في الرياض. والله تم والله تم والله تم. لا يا شيخ يا زينك بس لا والله تم. أنت في الرياض؟ أبرسل في الرياض؟ أي. والله؟ أي ما شاء الله. لكني درست في الجامعة كلية صيدلة الإلكترونية في الدمام. ما شاء الله عليك. أرسل لي المهم ترسل لي على الواتساب آخر جوالك بإذن الله. وسلامي للجميع. سلامي للجميع حبايبي ما شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. يا جزاكم الله خير. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.